السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحل بسلطنة عمان الشقيقة في زيارة دولة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين. في ختام زيارة العمل والأخوة لرئيس الجمهورية إلى مصر العربية الشقيقة، اتفاق يحدد المعالم المستقبلية للتعاون الثنائي وتوافق على تعزيز التكامل العربي والاستقرار في المنطقة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبلون نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية. وضمن المحادثات تأكيد على أهمية ترقية التعاون العسكري وتنسيق الجهود مواجهة للتحديات. وفي النشرة نقف عند أنموذج واعد من الشركة الجزائرية العمانية، شركة إنتاج الأسمدة، ريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الزراعي. الذكرى 62 لبسط السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، محطة عرفان وإجلال لتضحية شهداء الواجب الوطني واستكمال مسيرة تحقيق المزيد من المكاسب. وفي فلسطين المحتلة، التلفزيون الجزائري يرصد فظاعة الجرم الصهيوني المتواصل بحق المدنيين في غزة. مجزرة مخيم الشاطئ شاهد على بشاعة الاحتلال في ظل الصمت الدولي. الجزائر وبرؤية حكيمة تمد جسور الأخوة والتعاون مع شقائها بنبض تاريخي مشترك يدفع بشراكتها نحو آفاق أرحب. سلطنة عمان محور آخر يرسم معالم تعاون واعد وصداقة وسلام تدفعه إرادة ثنائية يقودها الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق. مسقط المحطة العربية الثانية للسيد رئيس الجمهورية، زيارة تاريخية بأبعاد مستقبلية. إذن شرع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم في زيارة دولة إلى سلطنة عمان الشقيقة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين، حيث حل سيد الرئيس بالعاصمة مسقط قادما من جمهورية مصر العربية الشقيقة. وكان في استقبال السيد رئيس الجمهورية بمطار مسقط الدولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. رئيس الجمهورية صافح مستقبليه من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين. فيما صافح صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق للسيد الرئيس. وتتميز العلاقات بين الجزائر وسلطنة عمان بالانسجام والتوافق في العديد من الرؤى والمواقف التي تصب في مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية نتيجة ثمرة التشاور والتحاور بين قائدي البلدين. بعدها وبالقاعة السلطانية للمطار تحدث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الذي رحب عاليا بالسيد الرئيس وبالوفد المرافق له. وفي إطار سنة التواصل والحوار التي دأب عليها رئيس الجمهورية في خرجته الدولية وذلك للاستماع مباشرة إلى انشغالات الجالية الوطنية، التقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم بمسقط ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بمختلف محافظات سلطنة عمان
السيد الرئيس استمع إلى أفراد الجالية الوطنية في عديد المجالات، خاصة ما تعلق بمجالات الاستثمار وتبادل الخبرات في التعليم العالي والبحث العلمي والتجارة. وعقب لقائهم بالسيد رئيس الجمهورية، ثمن أفراد الجالية الوطنية مخرجات اللقاء واهتمام السيد الرئيس بانشغالاتهم. والله لنا كان عندنا كل فخر واعتزاز أن بوجود فخامة السيد الرئيس الجمهورية بوجود هنا يعني في السلطنة. احنا نقول الآن السلطنة هي ما نقول بلدنا ثاني، بلد شقيق، ولكن لما تخرج خارج الجزائر خاصة تعتز، هي من أكبر نعم الله عز وجل أنك تعتز بجزائريتك، تعتز بالوطن العزيز، وخاصة أنه أننا موجودين في سلطنة عمان حسينا بقيمة الجزائري وقيمة الجزائر. هنا كان فيه تبادل الأفكار وطرح بعض انشغالات الجالية هنا في السلطنة، والله لقاء بكل عفوية وبساطة، وهذا ليس غريب على سيد الرئيس. نشكر سيد الرئيس على سعة صدره، على تقبله جميع الانشغالات وجميع ما يؤرق المواطن الجزائري في الخارج وفي سلطنة عمان، وإن شاء الله هذا يخلي العلاقة تقوى أكثر إن شاء الله بين البلدين الشقيقين. وطبعا نحن عارفين أنه سلطنة عمان والجزائر عندهم علاقة متطابقة ومتوازنة، يعني متوافقة جدا. وبين الجزائر وسلطنة عمان علاقات تسلك طريق التطور والنمو وفق منهاج عمل يرتكز على التعاون في المجالات التي تخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. دلال بوطبة. على مسار دبلوماسية القمة، تتجه الجزائر هذه المرة إلى غرب آسيا والجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية سلطنة عمان، محور جيو استراتيجي حركته ومنحته دفعا كبيرا الرغبة القوية بين قائدي البلدين ليأخذ أبعادا تتجلى إيجابا على أوجه التعاون في ظل عمق ومتانة العلاقات القائمة سياسيا ثقافيا واجتماعيا. فتكثف التشاور والتنسيق وتواصلت زيارات الوفود بين البلدين، حيث تلتقي الجزائر وعمان عند توافق دبلوماسي تجاه قضايا الرهن، خاصة أمام ما يحدث بالمنطقة العربية. تشكل عمان في غرب آسيا أحد الفاعلين في مجلس التعاون الخليجي، بمعنى أن نوطد علاقاتنا مع كتلة اقتصادية وتجارية وسياسية وجيوستراتيجية مهمة في آسيا. بالنسبة إلى القاسم المشترك، أن لدينا هوية مشتركة وهي دبلوماسية الوساطة في حل النزاعات المعقدة جدا، والجانب الثاني هو الحياد الإيجابي، بمعنى لا ننضوي أمام الأحلاف الاستراتيجية أو العسكرية في كلا الدولتين، وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالجانبين. وأعتقد بأن ما يجري في الحديقة الخلفية لعمان من وساطات كبيرة جدا في النزاعات يمكن أن تشكل العودة مثلا إلى الاستقرار فيما يجري في إيران أو ما يجري في اليمن أو حتى ما يجري من تهديدات في القضية الفلسطينية. العلاقات العمانية الجزائرية هي علاقات مميزة، ولكن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان وزيارة أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، هو تعزيز للعلاقات المستمرة بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية. العلاقات هي ممتدة ومتميزة في كافة المجالات. تفاهم سياسي كبير يراد للتعاون الاقتصادي أن يعكسه عبر شراكات وثيقة أسست لها الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية العمانية، ترتكز أساسا على الطاقة، البتروكيمياء، الأدوية والزراعة الصحراوية. هي زيارة الدولة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين ومن أجل فتح آفاق الاستثمار، خصوصا نعرف أن هناك العديد من القطاعات التي يعتزم أن تكون هناك شراكات حقيقية، خصوصا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والأسمدة الزراعية وكذلك البيئة. لدينا ثمرة هذه الشراكة وهي الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة الزراعية، والتي تنتج ما يفوق 4 مليون طن سنويا من الأسمدة من أنواع اليوريا والأمونيا. البلدين
يجمع ما بينهما حوالي 14 مجال من مجالات التعاون في التجارة والاستثمار وفي التعدين والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة الدوائية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك في أيضا المشاريع المشتركة، إضافة إلى القطاعات الزراعية وأيضا القطاعات الصناعية المختلفة. لقاء قمة جزائري عماني حيث يستمر التشاور والتنسيق تحقيقا للمصالح الثنائية المشتركة ليفتح أفاقا واعدة ويستمر التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية وبالمنطقة العربية إرساء لدعائم الأمن والسلم في المحيط الجيوستراتيجي. ولتفاصيل أوفى حول زيارة رئيس الجمهورية تلتحق بنا من العاصمة العمانية مسقط مفادة التلفزيون سونيا غاسي. سونيا، ماذا عن محاور زيارة الدولة التي شرع فيها اليوم رئيس الجمهورية إلى سلطنة عمان؟ نعم، إذن قادما من دولة مصر وصل اليوم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان. إذن هذه الزيارة يمكن أن نصفها بالزيارة التاريخية، ستكون فرصة وسانحة للدفع بالعلاقات الجزائرية العمانية نحو فضاءات أوسع من التنسيق والتشاور والتعاون في عديد المجالات بما يخدم كلا الشعبين الشقيقين. إذن من الجانب السياسي، الجزائر وسلطنة عمان تتوافقان في عديد القضايا، تتوافقان في وجهات النظر حول ما يحدث في المنطقة العربية. من ناحية الاقتصادية أيضا هناك إرادة من قبل البلدين إلى تعميق وتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار في عديد المجالات. إذا نتحدث أيضا عن الاقتصاد، فمنذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وسلطنة عمان في سبعينيات القرن الماضي كان هناك تباحث مكثف، كان هناك تشاور في عديد القضايا. نتحدث هنا عن تأسيس ربما اللجنة المشتركة، حيث تم عقد ربما 8 دورات آخرها كانت في الجزائر شهر جويلية الماضي. طبعا هذه الدورات كلها كللت بالنجاح، حيث تم من خلالها التوقيع على ربما حوالي 27 اتفاقية في عديد المجالات. إذن هنا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أيضا السيد رئيس الجمهورية في اليوم الأول من زيارته إلى سلطنة عمان كان له لقاء مع الجالية الجزائرية هنا بالسلطنة، حيث فتح المجال والحيز لربما الجالية لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم وأفكارهم. وبطبيعة الحال فإن رئيس الجمهورية وبسعة صدر استقبل هذه ربما المشاكل وهذه الانشغالات، وصراحة وعد بالتكفل بها في أقرب الأجل. نعم سونيا غاسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من سلطنة عمان. هذا وكان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قد انهى زيارة العمل والأخوة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، دامت 2 يوم، حيث كان في توديع السيد الرئيس بأرضية مطار القاهرة الدولي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. الزيارة التي اكتسبت أهمية كبيرة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع الجزائر بجمهورية مصر العربية الشقيقة المبنية على أسس تاريخية متينة تحذوها إرادة قوية لقائدي البلدين في تعزيز العمل المشترك من أجل رفع حجم الاستثمارات وترقية مستوى التبادل التجاري على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات. هذا وأكدت الزيارة أيضا توافقا في الرؤى والمواقف واتفاقا على تعميق التنسيق والتشاور بخصوص القضايا العربية وكل ما يخص المنطقة وفي مقدمتها القضية المركزية فلسطين.
وكان رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون قد استقبل بمقر إقامته بمصر رجل الأعمال المصري أحمد صادق السويدي صاحب أكبر الشركات المصرية المختصة في مجال الكهرباء. اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. زيارة السيد الرئيس إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حملت آفاقا جديدة للتعاون الثنائي وتوجت بتفاهمات عميقة حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، من القضايا الإقليمية إلى تعزيز التكامل العربي توحدت الرؤى عاكسة عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين. أحمد خير الدين. الوجهة الأولى جمهورية مصر العربية الشقيقة، زيارة أخوة وعمل تحمل الكثير من الدلالات والأهداف. الاستقبال بمطار القاهرة الدولي خص به السيد الرئيس من قبل الرئيس المصري، ليتوجه الموكب الرئاسي إلى قصر الاتحادية حيث كان الترحاب كبيراً. في استقبال رسمي كلل بمحادثات ثنائية لتتوسع وتشمل وفدي البلدين. بين البلدين توافق تام من أجل استقرار المنطقة. وهنا جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني. نحيي بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني أخي على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه، ولن يقبل أن يهجر من جديد من أراضيه. إن شاء الله الفرج قريب. مع أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع بتسيير الفلسطينيين لأراضيهم. السيد الرئيس تطرق إلى لملمة جراح الأمة العربية وفقة رؤية مشتركة مع جمهورية مصر بإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا وحل سوداني سوداني. حال الأمة العربية يقتضي تعاونا مشتركا مع مصر بفتح أبواب الشراكات وزيادة عدد الاستثمارات بين البلدين. في تفاهم تام، في رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة، حيث وصلنا إلى ما يقارب المليار دولار لجي من مصر الشقيقة، ونطمح في أكثر، نطمح في ما أكثر. فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي، على كل حال نزيدوا ندعموه بالنسبة للتنقيب، بالنسبة ل تنقيب سواء على الغاز في مناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا. إذن بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية نتمنى فقط أن في بداية 2025 السنة المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد علاقات واستثمار وتبادل كل مستويات. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقاسم موقف الجزائر من خلال وقف الإبادة على شعب غزة بهدنة إنسانية واستقرار الأمن في المنطقة وإشادة بدور السيد رئيس الجمهورية. أطمنكم على أن المباحثات اللي بيني وبين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوفدين كانت مباحثات إيجابية جداً، والحقيقة بتفتح أفاق للتعاون بين البلدين، وإحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتك ومع الجزائر ومع
مستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من أجل مصالح الشعبين المصري والجزائري. واسمح لي أقول لك أهلا وسهلا بيك مرة تانية وبالوفد المرافق ليك، وكل سنة وانتم طيبين. الطموحات المشتركة في تعزيز التبادلات التجارية والتعاون في مختلف المجالات كانت محوراً أساسياً في هذه الزيارة. صفحات التاريخ التي جمعت الجزائر بمصر رغم بعد المسافة الجغرافية تسجل بهذه الزيارة محطة مهمة تقوى بها العلاقات بين الشعبين، وتفتح فيها أبواب المستقبل أمام شراكة واعدة تعزز التعاون العربي المشترك. في التعاون العسكري، استقبل سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق خواكين كينتاس سولا نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام. أيده مرحبا بك. مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا سفير جمهورية كوبا بالجزائر وأعضاء الوفد العسكري الكوبي إلى السياق الأمني الدولي، حيث أكدا على ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع تحديات المعترضة، فضلاً عن إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في مستهلها بالوفد الزائر، مؤكدا أن العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوبا متجذرة تميزها روابط صداقة تاريخية تتقاسم فيها الدولتان مجموعة من القيم والمبادئ الراسخة. إن العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوبا متجذرة تميزها روابط صداقة تاريخية تتقاسم فيها الدولتين مجموعة من القيم والمبادئ الراسخة التي أسست لعلاقات بينية نموذجية قائمة على التعاون والتضامن ومساندة الشعوب المستضعفة ودعم القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضيتين الصحراوية والفلسطينية. وعلى صعيد آخر، اتسمت مواقف البلدين في إطار حركة عدم الانحياز بالتطابق والتوافق، وذلك انطلاقا من الوعي المشترك بضرورة التأسيس لحركة عالمية تدافع عن مصالح الدول النامية وترفض الاستقطاب حيث كانت لمساهمة الجزائر وكوبا أثرا بالغا وملموسا في نشاط هذه الحركة التي لا تزال دواعي إحداثها وتعزيز مساعيها قائمة في ظل التحولات العالمية الراهنة. السيد الفريق أول أشار أن العلاقات بين البلدين قد عرفت تطوراً مستمراً على مستوى التشاور وتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرصه على تجسيد الرؤى الاستراتيجية لقائدي البلدين التي ترمي لترقية الشراكة بين الجيشين. لقد عرفت العلاقات بين بلدينا تطور مستمراً على مستوى التشاور والتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل المستمر على ترقية التعاون
متعدد الأبعاد، سواء على مستويين السياسي والاقتصادي أو ما تعلق بالتنمية الإنسانية من الصحة والثقافة وعلوم. إننا نحرص في الجيش الوطني الشعبي على تجسيد الرؤى الاستراتيجية لقائدي البلدين التي ترمي لترقية الشراكة بين الجيشين، وذلك ببعض ديناميكية جديدة وفعالة في مجال التعاون العسكري ووضع الآليات المناسبة لتفعيلها. من جهته أعرب السيد الفريق خواكين كينتاس سولا عن سعادته بزيارة الجزائر، مشيدا بما لمسه من إرادة صادقة لدى السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بما يتوافق مع طموحات قائدي البلدين الصديقين في إرساء أسس تعاون مثمر ومفيد للجانبين. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها السيد الفريق خواكين كينتاس سولا على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. بتكليف من السيد رئيس الجمهورية أشرف الوزير الأول نذير العرباوي اليوم على تنصيب الأستاذ مبروك زيد الخير رئيسا جديدا للمجلس الإسلامي الأعلى. الأستاذ مبروك زيد الخير أكد بالمناسبة أهمية بناء رؤية مستقبلية في إطار البحث العلمي والفقه والتشريع بما يتناسب مع المهمة الأساسية للمجلس. نحن نأمل ونرنو في مستقبل واعد تنبني فيه إن شاء الله الرؤى على ما ينفع المستقبل ويحقق لنا في إطار البحث العلمي والفقهي والتشريعي والشرعي مما يتناسب مع المهمة الأساسية للمجلس بما نحققه إن شاء الله من نتائج مهمة في البحث في بعض القضايا، وأيضا ما يمكن أن ينجز من برامج سنخطط لها في الفترة المقبلة إن شاء الله على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. في قطاع العدالة وترقية للخدمة العمومية المقدمة للمواطن مكسب جديد تتدعم به ولاية ميلا بتدشين المجلس القضائي الجديد. وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة التسيير العصري له من خلال اعتماد الرقمنة، يقول عمر طبال. المجلس القضائي لولاية ميلا، هذا الصرح الجديد الذي وضع حيز الخدمة يعد من الإنجازات الكبرى بالولاية الكفيلة بتحسين الخدمة العمومية بما يوفره من أريحية لموظفي القطاع والمواطنين. تحفة من كل النواحي، تحفة معمارية تمثل طابع تاع ميلا، كذلك شفنا يعني راهو يعني قمة، يعني استقبال من طرف الموظفين يعني كان في المستوى الحمد لله يا ربي. نتمناو أن هذه المشاريع هذه تعم على باقي الولايات. الصرح الذي يتوفر على جميع المرافق تم تجهيزه بأحدث التقنيات الرقمية التي تتماشى مع العصرنة التي يشهدها القطاع. يساهم في العمل القضائي، يسهل في مهام المحامين. اليوم حتى نحن قطعنا مجال كبير في مجال يعني التقاضي الإلكتروني، عصرنة العدالة، هذا الصرح لهذا الأجنحة، الإمكانيات المادية، الوسائل الإلكترونية ستضفي نقلة نوعية في قطاع العدالة. حصلنا على حوالي 500 منصب لتدعيم الأمانات العامة. كل أمانة عامة عندها 8 موظفين عبر التراب الوطني، كل أمانة عامة عندها 8 موظفين باش نهزوا عليهم ثاني لاشارج نتاع العمل. مناصب جديدة، نعم مناصب جديدة واستثنائية، ومن نهاية السنة إن شاء الله. ولكن حبيت نقول لكم باللي وفرنا أو عملنا على توفير كل الشروط المناسبة ليكم وللقضاة كذا باش يكون ولا السادة يعني محامين مساعدين القضاء بصفة عامة باش تكون أدائهم أحسن، وهذا كل في خدمة المواطن. احنا دوك ننتظروا النتيجة، من حقنا ننتظر نتائج، من حقنا ننتظر نتائج تكون عند حسن ظن المواطن.
وزير العدل حافظ الأختام وخلال إشرافه على تدشين هذا المرفق أكد أن الدولة وفرت كل الإمكانيات اللازمة واستجابت لانشغالات موظفي القطاع، والهدف الأسمى هو التكفل بانشغالات المواطنين وحسن خدمتهم. تخليدا للذكرى 62 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، نظمت اليوم بمقر الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري وقفة ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا من أجل استمرار الكلمة في الجزائر المستقلة. الوقفة حضرها ممثل عن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، المدراء العامون لكل من مؤسسة التلفزيون الجزائري، الإذاعة الوطنية، مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، وكذا رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، الأمين العام للمركزية النقابية، إلى جانب الأسرة الإعلامية وإطارات وعمال المؤسستين. هذه الذكرى نتذكر بأننا ذات 28 أكتوبر من سنة 1962 قرر الجزائريون أن يستكملوا استرجاع سيادتهم على كل شيء، على هويتهم، على جغرافيتهم، على تاريخهم، على صورتهم، على صوتهم. وهذه حالة متفردة في تاريخ البشرية. نحن مطالبون بالمساهمة في الحفاظ على هذه السيادة، في الحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها. والذكرى 62 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون كانت أيضا عبر مختلف المحطات الجهوية للتلفزيون الجزائري، محطة لاستحضار تضحية شهداء الواجب الوطني وبطولات رجالة المهنة بتنظيم وقفات ترحم على أرواح الشهداء الطاهرة ووضع أكاليل من الزهور بالنصب التذكاري. وبالمناسبة كانت أيضا للتأكيد والدعوة لاستكمال مسيرة السلف وإسهاماته المهنية المخلصة بمواكبة التحولات التكنولوجية كسبا لرهانات الإعلام والتحولات التي تشهدها البلاد باحترافية ومسؤولية. وتعود والذكرى 62 لبسط السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون لتخلد واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الجزائر المستقلة. يومها بسط الجزائريون سيادتهم على أهم مؤسسات الدولة من الإذاعة والتلفزيون اللذين ردحا زمنا طويلا تحت نير الاستدمار. تقرير محمد سليم حمادي. كانت وقتها تبث من هنا لمن كان يقدم نفسه على أنه العالم الحر والإنساني، تبث ما ادعت إنها أهازيج وأغاني وبرامج تعكس زعما قيمها الحرة وقيم الجزائر الفرنسية. حينها كان نفس العالم المنخرط بالصمت أو التأييد لقطعة استعمارية رخيصة وما اقترفته من جرائم يعلم أن من يخاطبونهم عبر الإذاعة والتلفزيون من أرض الجزائر السليبة ليسوا أصحاب الأثير الحقيقيين. ولا هذه الصور المفعمة بالحيوية ومظاهر الرخاء هي لأهل البلد الفعليين. صور وخطابات ظاهرها حرية ورخاء وتحضر، أو كما أريد لها أن تظهر، في حين أنها كليشيهات تبطن فظاعات لم يسلم منها كل ما هو جزائري، وقد كان أبطالها الوهميين من الكولون وعملائهم من الخونة والحركة والصبيحية، بعيداً عن هذه الشاشات الصفراء المقيتة يرقصون منتشين على جثث وأشلاء الحفاة الغلابة والجوع المعدمين في الأرياف والمداشر ومعسكرات التجميع والتركيز والتعذيب. بالصورة والصوت عذب أصحاب الأثير الحقيقيين وحرقوا في الأخاديد وأفران الجبس، ولم يكن من جثموا على مبنى الإذاعة والتلفزيون وقتها من الفرنسيس سوى الوجه الآخر من بشاعة المستدمر وسحرته المدلسين، ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويطمسون صورة الحق بالباطل ويتسترون على آلة الموت الاستدمارية. كل ذلك حدث بمرارة،
قبل أن تسقط إذاعة الثوار الجزائريين من الشعاب والجبال وعواصم متعاطفة، تسقط إذاعة الاستكبار الفرنسي الخامس وتلفزيونها، ما إن أسقط الثوار الأشاوس في كل فج جزائري عميق سلطة بطش جمهورياتهم الخامسة وقبلها الرابعة والثالثة. سلام عليك أيها الشعب يوم تبلغ 28 أكتوبر من العام 1962 يرفع أبناء البلد الحقيقيين علم وطنهم الجزائر الحرة المستقلة على مبنى الإذاعة والتلفزيون ليبسطوا بذلك سيادة الشعب والدولة على آخر القلاع الوطنية المحررة من قبضة الاستثمار. يومها لم يبقى لفرنسا الاستدمارية لأزيد من 34 سنة سوى أن تجر فلول أقلامها إلى ما وراء البحار وتسكب حبرها فيها مهزومة مذمومة، كما جرت مدافعها وطنكاتها وجنودها القتلى إلى ما دون رجعة. سلام عليك أيها الشعب يوم تبلغ الغاية عزيزا كريما وممجدا عظيما. إلى الأمام إلى الأمام أيها الشعب الحر. وبمناسبة إحياء الذكرى 62 لبسط السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون وإحياء لليوم الوطني للتبرع بالدم، نظمت تلفزيون الجزائرية اليوم حملة تطوعية موجهة للعمال والعاملات للتبرع بهذه المادة الحيوية التي تسهم في إنقاذ الأرواح. تمضي الجزائر بمقاوماتها الطبيعية وموردها البشري الهام في تنويع شركائها ضمن مسار تطوير الاقتصاد الوطني، والشركة الجزائرية العمانية للأسمدة واحدة من أهم الشركات الرائدة بالجزائر وشمال أفريقيا، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الزراعي. مسن حمية والمزيد. الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة سرح صناعي رائد وأنموذج مثمر للشراكة الناجحة في صناعة الأسمدة الأزوتية بين الجزائر وسلطنة عمان، حلقة هامة في تعزيز الانتاج المحلي وتلبية الطلب العالمي على اليوريا والأمونياك. هذه الشركة تنتج حوالي 2,400,000 طن سنويا من اليوريا و 1,300,000 طن من الأمونياك. 95% من هذا الإنتاج يصدر إلى الخارج. هذه الشركة توظف أكثر من 1,200 عامل حد الآن، 93% الجزائريين يسيروا في هذا المصنع، خاصة في الإنتاج في لا برودكسيون. تقنيات متقدمة ومعايير عالية تضمن منتجات ذات جودة تخدم القطاع الزراعي وفقا لمبادئ الاستدامة والمعايير البيئية الصارمة، لتؤكد حرص الشركة على التوازن بين الانتاج الضخم والحفاظ على البيئة. المادة الأولية من أجل إنتاج اليوريا والأمونيا هي الغاز الطبيعي الجزائري. اليوريا المنتج يحتوي على 46% من النيتروجين. يتم نقل اليوريا المنتجة إلى مستودعات التخزين. هذه المستودعات تقدر طاقتها ب 75,000 طن الواحدة، ومن هذه المخازن يتم نقل اليوريا عبر خطين للتصدير عبر البواخر للسوق الدولية. يتم تحويل اليوريا السائل إلى اليوريا حبيبي في وحدة جرانليشن. استثمرت شركة أوا في مشروع الشحن أوتوماتيكي للشاحنات، والطاقة الإجمالية لهذا الشحن يقدر ب 1,400 طن في اليوم أو 175 طن في الساعة. هذا وتطمح الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة لتطوير تقنيات زراعية مبتكرة لتصبح ركيزة أساسية للتنمية الزراعية والاقتصادية على حد سواء. خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي الأول حول المرأة، الأمن والسلام بالعاصمة الفلبينية مانيلا، استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو تجربة الجزائر في دعم المرأة في مختلف المجالات، داعية بالمناسبة إلى ضرورة التعجيل بوضع حد لمعاناة المرأة في كل من فلسطين، لبنان والصحراء الغربية.
وفي المغرب يبدو أن الأوضاع خرجت عن سيطرة النظام المخزني الذي لم يستطع امتصاص غضب الشارع المغربي، لتتجدد المظاهرات أمام مقر البرلمان التي دعا إليها الاتحاد الوطني للشغل تنديدا بسياسة غلاء الأسعار والتهميش الاجتماعي. تقرير فوزيتاش. السياسة ذاتها تستمر فيها حكومة نظام المخزن، سياسة رعناء تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة في المجتمع المغربي الذي لم يجد سبيلا للتنديد بها سوى مظاهرات أمام البرلمان المغربي دعا إليها الاتحاد الوطني للشغل، وأكد فيها سخطه تجاه التماطل في حل الأزمات ووضع تدابير لوقف ارتفاع الأسعار والنظر في ملفات منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية. أزمة ساهمت فيها الحكومة بشكل كبير، فلم تترك منتجا إلا ورفعت من سعره دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، ما زاد من احتقان الوضع والغضب في الأوساط النقابية. نظام مخزني لا يعير أي اهتمام لكرامة مواطنيه، بل ينتهج حكما أفرز واقعا معقدا أكدته المؤشرات والإحصائيات التي تثبت كل مرة تدني الوضع الاجتماعي في المغرب، ولم تبدي استعدادا لإصلاحات أو تغييرات جذرية من شأنها تغيير أحوال الناس. وفي ملف الصحراء الغربية، وفي إطار سنة التربية التي أقرها الاتحاد الأفريقي، وقف مفوض التعليم والعلوم والابتكار للاتحاد الأفريقي محمد بلحسين بمخيمات اللاجئين الصحراويين عند مجموعة من المؤسسات التربوية الصحراوية، وعقد لقاء مع وزير التربية والتكوين الصحراوي اطلع خلاله على مدى تطور التجربة الصحراوية في مخيمات اللاجئين الصحراويين رغم كل التحديات التي تتماشى مع جهود الدولة الصحراوية للانخراط في الاستراتيجية التربوية الأفريقية. زيارة هذه جاءت في إطار سنة التربية اللي قررها مؤتمر القمة الإفريقية في فبراير 24، وجينا هنا باش نطلعوا على المنظومة التربوية في بيئة غير عادية، لأننا في مخيمات لاجئين، وكما تعرفوا في مخيمات لاجئين لازم تدابير خاصة ولازم مبادرات يعني ملائمة بالبيئة. فرصة لأيضا الخروج يعني تقييم للقطاع على مستوى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في هذه السنة التي قرر قادة الدول والحكومات الأفريقية في فبراير السنة الماضية بأن تكون سنة للتعليم في أفريقيا. والقضية الصحراوية العادلة لا تزال تحشد المزيد من الدعم الدولي، حيث جدد الرئيس البوتسواني موكويسي ماسيسي التأكيد على التزام بلاده الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير المصير، مؤكدا التزام بوتسوانا بروح التضامن وبالوقوف إلى جانب شعب الجمهورية الصحراوية الشقيق في نضاله من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال. بدعوة وإلى نيويورك، حيث دانت مجموعة اليوم +3 بقوة استمرار العنف ضد المدنيين في السودان، معتبرين إقناع الأطراف المتنازعة بالالتزام بوقف إطلاق النار أولوية قصوى. وأشارت المجموعة من خلال بيانها الذي تلاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إلى أن المدنيين يواصلون تحمل أنماط صادمة من الدمار والقتال في السودان، معربين عن أسفهم لعدم الوصول إلى تسوية سلمية. نحن ندين وبقوة الوضع في السودان والجرائم المرتكبة ضد المدنيين والاشتباكات المتجددة في الخرطوم والفاشر. بعد مرور 18 شهرا منذ اندلاع النزاع، ما زلنا بحاجة لرؤية امتثال لوقف إطلاق النار، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتردي وانتشار الأمراض كالكوليرا والملاريا، إضافة إلى الفيضانات والسيول الجارفة التي مست المنطقة. لا بد من مضاعفة الجهود وبسرعة لحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار أضحى ضروريا.
وبدعوة من الجزائري يعقد في هذه الأثناء مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في عقب هجمة الكيان الصهيوني على إيران، حيث عبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمر بن جامع عن تضامن الجزائر مع جمهورية إيران الإسلامية، معتبرا هذه الهجمة العسكرية انتهاكا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف التصعيد الصهيوني في المنطقة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة تكتب فصول مجزرة جديدة في قطاع غزة، وتحت ركام بصيص أمل ينتظره الأهالي لجس نبض أحبائهم، عسى أن تنتشل أيادي الإغاثة من فقدوهم بعد قصف مدرسة تابعة للأونروا بمخيم الشاطئ تأوي نازحين أجبرتهم الحرب على الاحتماء بين أسوارها المتداعية. مراسل التلفزيون وسام أبو زيد. هذه هي مشاعر الأم المكلومة والباحثة عن ابنها وزوجها، والفاجعة عندما علمت أنهما هنا تحت هذا الركام. فهي واحدة من بين مئات العائلات النازحة التي استهدفها جيش الاحتلال دون شفقة أو رحمة، ولا زالت جثامينهم تحت الركام، جلهم من الأطفال والنساء. قتل الشجر والحجر قبل أن يقتل الإنسان. هنا جثة تحت الركام، هنا جثة تحت الركام، انظروا، هنا جثة ممزقة إلى أشلاء، هذه تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني. فهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يستهدف فيها جيش الاحتلال هذه المدرسة ومآو أخرى تابعة للأونروا، وكان يعتقد الفلسطينيون أنها تتمتع بحصانة دولية، لكن الاحتلال أطاح بكل ما هو محرم دوليا ونسف كل القوانين التي يعترف بها العالم، وجعل مشهد الدماء والأشلاء يتناثر في كل مكان. عدد الشهداء التي تم نقله من هذا المكان وهي من مدرسة أثمة إلى 8 شهداء حتى اللحظة، وعدد كبير من الإصابات، وما زالت طواقمنا تعمل على إخلاء بعض الأشلاء من تحت الردم. وفي الشمال المحاصر لم يجد السكان حتى من ينتشل شهداءهم وجرحاهم بعد خروج فرق الدفاع المدني والمستشفيات عن الخدمة، ولا سبيل للأهالي سوى النبش بأيديهم عن الضحايا تحت أنقاض مربع سكني كامل هدم على من فيه من سكان، وتتجاوز أعدادهم 40 شهيد من عدة عائلات صمدت وعاشت سويا في الشمال وكانت تحتمي مع بعضها البعض، واليوم كلهم شهداء. كانوا مصابين إصابات طفيفة، لكن بسبب عدم تواجد الطواقم الطبية وعدم تواجد الطواقم الدفاعية كنا غير قادرين على إسعاف هذول الأشخاص، والحمد لله رب العالمين هذول الأشخاص توجهوا إلى الله عز وجل وأصبحوا شهداء. فجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحصد بآلته الحربية أرواح الأبرياء جعلت أحلام الفلسطينيين أن يتوقف هذا العدوان ليعيشوا بأمن وأمان وبما تبقى لهم من حياة هنا في القطاع. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي لبنان يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من البلاد، حيث نفذت الطائرات الحربية الصهيونية سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع في بعلبك وجنوب لبنان، أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة التي استهدفت مبنى في حي الرمل في صور إلى 5 شهداء و10 جرحى. هذا وقد وسع الكيان الصهيوني منذ شهر سبتمبر الماضي غاراته لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، متسببا في استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، ناهيك عن إجبار أكثر من 1 مليون شخص على النزوح من منازلهم. ومن رحم المقاومة والبطولات تستعد الجزائر لاستحضار أمجاد الثورة التحريرية المظفرة تجسدها الملحمة التاريخية بعنوان روح الجزائر، عرض فني ضخم يتم التحضير له بالقاعة البيضاوية بالعاصمة بمشاركة فنانين وممثلين جزائريين وعرب، ليكون جاهزا مع موعد إحياء 70 الثورة الجزائرية المظفرة. وليد زناتي. من عاصمته الحضارة والإعمار، أنا في بلد الثورة والثوار. آخر التحضيرات للملحمة التاريخية روح الجزائر بمشاركة فنانين من عدة دول عربية
استحضارا لمظاهر الأخوة والتلاحم. سعيدة بمشاركتي في روح الجزائر هذا العمل الضخم، هذا العمل المشرف للجزائر وللوطن العربي. أنا كمواطنة ليبية جاية بكل فخر واعتزاز وسعيدة بهالتجربة الرائعة. نحن كفلسطينيين سررنا كثيرا بالمشاركة لأنها تعطينا أيضا دفعة للأمام فيما نقوم به من أعمال فنية على المستقبل الكفاح الفلسطيني ضد الاستعمار. وقد تعلمنا نحن كفلسطينيين من الثورة، ثورة التحرير الجزائرية. سعيدة جدا جدا وفخورة بنفسي لأني على خشبة مسرح أرض الشهداء، أرض النصر. صون الذاكرة وحفظ الإرث التاريخي من خلال لوحات فنية تعبر عن صدى الثورة وبعدها العربي الدولي. أنا أتشرف بأن أمثل سلطنة عمان في هذا المحفل الضخم وأن أشارك الخشبة مع فنانين لهم باع طويل في الفن من مختلف الدول العربية. احتفال الكبير وهذا العرض الكبير يكونوا معنا في عرسنا لأنهم كانوا هما أصدقاء في المحنة تاعنا لما كانت الثورة التحريرية الكبرى بحاجة إلى الأشقاء العرب. هذا العرض الفني الضخم يعرف مشاركة أزيد من 1000 فنان لتجسيد بطولات وتضحيات الثورة الجزائرية المجيدة. ونختم بالسياحة الصحراوية الرياضية، حيث أعطيت اليوم بجنات إشارة انطلاق ماراثون الصحراء الذي ينظم لأول مرة بمشاركة أزيد من 100 سائح من مختلف دول العالم، وعلى مدار 5 أيام سيجوب مشاركون أكثر المواقع السياحية استقطابا للسياح بتاسيل ناسجير. إبراهيم بالخير. تلقب بعروس التاسيلي مدينة جانيت التي أضحت هذه الأيام قبلة للسياح الأجانب. وفي تظاهرة سياحية رياضية بوسط المدينة أعطيت إشارة انطلاقه ماراثون الصحراء لتنطلق معه رحلة هؤلاء السياح لاكتشاف أهم المواقع السياحية بالتاسيل ناسجير. جانيت معروفة بتنوع مظاهرها، الطبيعة الخلابة نجدها تختلف من منطقة إلى أخرى. جانيت هي منطقة سياحية بامتياز، هي رابع زيارة لي لهذه المنطقة الصحراوية الساحرة والتي سأعود إليها العام المقبل. اكتشاف فريد لصحراء الجزائر تحديدا جانيت التي ستبقى في ذاكرتي حقا أعجبتني كثيرا. موازاة مع اكتشاف المواقع السياحية تبقى المتاحف ومعارض الصناعات التقليدية فضاءات أخرى تستهوي الوفود السياحية للتوغل في عاداته وتقاليد المجتمع الترقي. تم استهداف المناطق الأكثر يعني وين تتواجد يعني المناظر والمواقع السياحية المهمة التي تسمح يعني من خلال هذا السباق ومشاركة يعني هذا المشاركين هذه راح تكون يعني الهدف نتاعها هو ترويج للسياحة. يعني لاحظنا أن في ولاية جانيت يعني كل الظروف يعني والشروط ملائمة للسماح لاستقبال السياح في أحسن ظروف، وأيضا لاحظنا أن كنا المتعاملين في ميدان السياحة بما هم يعني أصحاب الوكالات السياحية أو أصحاب يعني الفنادق أو يعني مصلحة الأمن راهي تأدي في يعني في الخدمات. هي إذن مدينة جانيت لؤلؤة التاسيل ناسجير تفتح ذراعيها للباحثين عن المغامرة والاستكشاف خاصة مع عطل آخر السنة. إلى التذكير بأبرز العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحل بسلطنة عمان الشقيقة في زيارة دولة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور بين البلدين. في ختام زيارة العمل والأخوة لرئيس الجمهورية إلى مصر العربية الشقيقة، اتفاق يحدد المعالم المستقبلية للتعاون الثنائي وتوافق على تعزيز التكامل العربي والاستقرار في المنطقة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية.
وضمن المحادثات تأكيد على أهمية ترقية التعاون العسكري وتنسيق الجهود مواجهة للتحديات. ووقفنا في النشرة عند نموذج واعد من الشراكة الجزائرية العمانية. شركة إنتاج الأسمدة ريادة في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الزراعي. الذكرى 62 لبسط السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، محطة عرفان وإجلال لتضحيات شهداء الواجب الوطني واستكمال مسيرة تحقيق المزيد من المكاسب. ومن فلسطين المحتلة، التلفزيون الجزائري رصد فظاعة الجرم الصهيوني المتواصل بحق المدنيين في غزة. مجزرة مخيم الشاطئ شاهد على بشعة الاحتلال في ظل استمرار الصمت الدولي. نشرتنا تم، تلقاكم غدا بحول الله تعالى. شكرا لكم على المتابعة وفي أمان الله.